السلام عليكم. اولا انا لا ليا في السياسه ولا بحب السياسه، انا راجل بحب اسد وداني وشغل دماغي. طالبنا بتعديل المواد الدستوريه، وطالبنا بعمل دستور جديد، وطالبنا باستفتاء شعبي. ناس قالت نعم وناس قالت لا. عندنا مرحله جديده دلوقتي قمه في الخطوره، يمكن اخطر من الانتخابات الرئاسيه، مش انتخابات مجلس الشعب. من هم اعضاء مجلس الشعب؟ كل الناس قالت قولوا نعم، الثانية قالت قولوا لا. كده الحزب الوطني هيرجع، الاخوان هيمسكوا، نظرية العو هيطلع ياكلك. انا عندي فكرة صغيرة بتفكيري الرجعي المتخلف، لما حد يسألني يعني ايه مجلس الشعب ارد اقوله ده صالون كبير فيه 85 مليون كرسي بيقعد عليه حوالي 85 مليون بني ادم. طب نسهلها شوية، عندنا كم محافظة؟ 29، ما احنا عارفين. وبالمناسبة توشكا مش محافظة ولا الجونة محافظة على فكرة. الويب سايت بتاعت الاستفتاء اللي احنا كلنا دخلنا عليها عشان نعرف هنستفتي فين كان فيها لستة بال 29 محافظة واسم كل حي ومركز في جمهورية مصر العربية كلهم. عارفين بقى مصر فيها كم حي وكم مركز؟ القاهرة 33، الجيزة 9، حلوان 11، اسكندرية 16، السويس 5، الدقهلية 22، شمال سيناء، يعني كله تقريبا كده، يعني من غير ما اطول عليكم حوالي 343 حي ومركز. عندنا مثلا في القاهرة في مصيبة سودة اسمها دايرة قصر النيل، بيسموها دايرة البشوات والاسطوات. مطالب الاسطوات مهمة بالنسبة للاسطوات، مطالب البشوات مهمة بالنسبة للبشوات. لو كل بقى حي انتخب مع نفسه كده شخص واحد بس، حد يكون بيثقوا فيه، بيحبوه، عارفين وعارفين اخلاقه، عارفين اصله من فصله ايه، وشايفين ان فعلا الراجل ده هيساعدهم وهيسمع لهم، ينتخبوه. ولو في حد غيره يرشح نفسه. ليه بقى كل واحد ينتخب في الحي بتاعه بس؟ وبالمناسبة الانتخاب مش بالصباع الفوسفوري والبامبي اللي احنا صورنا معاه وعاملين كده وانا عامل كده وانت عامل كده. الانتخاب المره دي هيبقى بالبطاقه، وكل واحد ساكن في حته مكتوب في اخر كلمه في العنوان الحي بتاعه، عشان ما حدش يجي يقول لك بعد كده 90% حزب وطني ومش عارف. وخلي الانتخابات بقى ايه على الضيق كده، وتحت عينين مين بقى؟ تحت عينين اللجان الشعبيه اللي ما فوتوش لحد. وصدقوني مفيش حد هيعرف يضحك على حي بحاله. لو افترضنا ان كل حي في مصر زي ما احنا قلنا هينتخب شخص واحد، وزي ما قلنا عندنا حوالي 343 حي، كده يبقى الشعب مالى 343 كرسي في مجلس الشعب بمحض ارادته بانتخاباته النظيفه اللي جوه كل حي. قال لك طب والاحزاب هنعمل فيهم ايه؟ حبايبي احنا النهارده عندنا حوالي 24 حزب، طبعا بعد اللي بيحصل دوت متوقعين ان هم مثلا يوصلوا ل 50. هيجرى ايه بقى لو كل حزب كده يقعد مع نفسه كده ومع الناس بما فيهم ايه بقى الاحزاب اللي ما كانش معترف بيها رسميا، ويعملوا انتخابات ما بينهم وبين بعض كده نزيهه برضو. ال 50 حزب دول لو طلعوا لنا 2 من كل حزب يبقى كده اتكرموا علينا ومالوا لنا 100 كرسي مع 343 443 كرسي. قال لك ناقص واحد، هعتبر الكرسي ده كرسي شرفي بقى. وقت الانتخابات الرئاسية كل اللي هينتخب نفسه ينتخب نفسه، كل اللي هيرشح يرشح. الانتخابات في الاخر بتوصل ان بيبقى فيه 2 بس، واحد فيهم هيبقى رئيس والتاني مش هيبقى رئيس. اللي مش هيبقى رئيس بقى يا ريت الكرسي ده يكون من نصيبه، ده على اساس انه فعلا كان مرشح نفسه ان هو يبقى رئيس لخدمة شعب مصر. واتمنى ما يقعدش بقى ينخر ورا الرئيس كده ويسيبه في حاله يشتغل وهو بقى يشوف شغله، وعايزين روحه تبقى حلوه وصافيه كده وروح رياضيه كده وحبوب وجميل وابيض لونه وصغير. الا بقى لو بعد كل اللي احنا بنعمله ده طلع برضه الناس اللي احنا انتخبناهم 90% منهم حزب وطني والباقي خد احنا نبقى شعب فقر. دي فكره بسيطه انا بقترحها لان انا كواحد متخلف شايف ان ده حاجه ممكن تبقى صح لمصر. وللعلم جميع الحقوق غير محفوظه، واللي عجباه الفكره وعايز ياخدها يعمل كده. انا مش هزعل والله العظيم هزعل، بس على شرط ينفذها.